آخر تطورات الموقف التركي محمد بعد القرارات التركية؟ نعم، تركيا تستخدم الورقة القوية بيدها في هذا الصراع الروسي الأوكراني، وهي ورقة المضائق، حيث أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشيوغلو بأن بلاده سوف تفعل اتفاقية مونترو الموقع عام 36 والخاصة بالمضائق، وتنص تلك الاتفاقية فيما تنص عليه أنه يحق لأنقرة إغلاق هذه المضائق في حال اندلاع حرب كانت تركيا طرفا فيها. وإن لم تكن تركيا طرفا فيها كما هو الحال حاليا بين روسيا وأوكرانيا، فيحق لتركيا الطلب من تلك الدول الأطراف في هذه الحرب عدم إرسال سفنها الحربية للعبور من خلال مضيقي البسفور والدردنيل المؤديان إلى البحر الأسود. وهذه الخطوة تأتي مهمة في هذا التوقيت كما يراها المطلعون على هذه الأزمة وتفاصيلها، حيث تريد أنقرة إرسال رسائل الضغط على موسكو ربما من خلال تفعيل هذه الاتفاقية، ومن خلال ما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان بأن بلاده سوف تفعل ما بوسعها وما يمليه عليها واجبها كعضو في حلف شمال الأطلسي في هذه الأزمة. أيضا هنا يعني هذه المرة الثالثة في تاريخ الاتفاقية التي يتم تفعيل هذا الجانب منها. في الحرب العالمية الثانية عندما أغلقت تركيا هذه المضائق ومنعت سفن المحور من الاتجاه لمهاجمة الاتحاد السوفيتي، وكانت أيضا في مرة سابقة في عام 2008 عندما اعترفت موسكو باستقلال كل من جمهوريتين جورجيتين، أيضا طلبت أو رفضت أنقرة حينها طلبا للولايات المتحدة بمرور السفن الحربية من خلال هذه المضائق وتوجهها إلى البحر الأسود. أيضا هنا يرى مراقبون بأن أنقرة متضررة من هذه الحرب وانعكاساتها، حيث أدى ذلك إلى إعادة أسعار الوقود وأسعار كثير من السلع إلى الارتفاع في تركيا التي تشهد بالأساس أزمة اقتصادية تكافح البلاد من أجل الخروج منها. وبالتالي فإن هذا يحتم على أنقرة التحرك أكثر فأكثر على صعيد إنهاء هذه الأزمة عبر ما أعلنه أيضا الرئيس أردوغان.